السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من قناة جوديس هوم بروجيات داري اليوم ان شاء الله غندويو على واحد الموضوع جد مهم واحد السؤال كيطرحوه بزاف الناس ملي كيبغيو يبنيو كيفاش غنبدا باش غنبدا شنو هما المراحل ديال البناء اللي تابعيني في هذا الفيديو ان شاء الله غنقولهم لكم اون ديتاي فيعني مقبله على انك غتبني الدار ديالك فهاد الفيديو موجه لك خصيصا غتعرف كاع المراحل اللي تابعينك باش تجاريهم ان شاء الله كما يجب وتخرج باقل الاضرار بقى معنا حتى ديال لا فيديو ان شاء الله غادي نستافدوا وغادي نتعرفو كاع داكشي اللي تابعكم وكيفاش خاصكم وفي وسط هذا الفيديو ان شاء الله غنعطيكم نصائح مهمه كيفاش تجاريو اي مرحله من هذه المراحل ديال البناء بقاو معنا حتى الاخر واللي عارف القناه واللي ديجا شافها وعارف المحتوى ديالها وعجبو المحتوى ديالها ما ينساش يدير لايك ويدير آه سبسكرايب ويفعل الجرس باش يبقى يتوصل بالجديد ديال ديال الفيديوهات نبداو على بركه الله اول حاجه خاصني تكون عندي قبل ما نبدا البني طبيعه الحال هي البقعه وهنا في هذه بالنسبه لهذه النقطه بالضبط فالبقع من الاحسن تشريوهم في منطقه يعني يلاه تجهزات يلاه غيبدا فيها البني باش ان شاء الله مع مرور السنين دغيا غادي تعمر هذيك البلاصه ودغيا غادي يولي فيها الرواج وغيولي القيمه ديالها في السوق احسن يعني احسن من غتشري شي دار مثلا قديمه وغتعاود تريبها ولا في شي بلاصه ديجا عامره كيكون لا فالور ديالها ما غاديش تطلع بزاف بحال الا شريتيها جديده بعدها كنقلب على المهندس المعماري اللي غادي نتعامل معاه واللي غادي يتبع ليا كاع المراحل ديال البناء غيدير معايا السويفي البلان والرخصه الرخص وكل شيء وهذا الموضوع بالضبط راني دايره عليه واحد لا فيديو ديال اختيار المهندس المعماري مهم جدا راه غنخليه لكم في الديسكريبسيون لتحت هاد المهندس بطبيعه الحال كيتكلف ليا بالتصميم كيتكلف ليا بالرخصه الا كانت عندي ديال الهدم وكذلك رخصه البناء كيتكلف كي بالرخص ديال احتلال الملك العمومي وكيجيب ليا في الاخير دفتر الورش ووصل افتتاح الورش باش غنقدر نباشر الاعمال ديال البناء انا بطبيعه الحال كنكون درت معاه عقد يعني عقد مع المهندس المعماري وكنقلب كذلك على المقاول بروموتور طاشرون اللي غنتعامل معاه وتهو هو اوبليجي انني ندير معاه عقد اللي آه كيحميني بطبيعه الحال وكيحمي حتى هو كيكون فيه اتفاق بيناتنا كيفاش غيدوز لو مود دو بايمون امتى غنخلصو على آه اش من اعمال كيكون فيه كذلك آه المواد المستعمله كنت غنعطيها باليد بل آه كاينين دو زوبسيون يا غنعطيها باليد العامله والسلعه يا غنعطيها غير باليد العامله آه كيكونوا فيه عده بنود اللي كيحميوني وكيحميو المقاول كذلك هنا ملي كنكون كملت كاع الاجراءات القانونيه وعطاوني وصل افتتاح الورش باش نبدا أه فانا كنبداو البناء الفعلي وهنا اول مرحله يعني كندوزو ليها هي اننا كننظفوا الارض الا كاين فيها شي حجار لا كاين فيها شربيع شي وسخ أه كتنظف الارض قبل ما نديرو تحديد ديال الحدود ديال الارض فهاد النقطه راه الا كان عندنا الجيران راه ديجا كيكون يعني الحدود مرسومه وباينين واخا بعض المرات كتجي كتلقى جيران كداخلين عندك يعني لوكا ديالنا حنا لقينا الجار داخل عندنا من نص مترو ولكن ما اتخذنا معاه حتى شي اجراءات من هنا من الاحسن يجي الطوبوغراف يعني يدير لك الحدود ديال البقعه ديالك اللي غيخدم غي عليهم طاشرون باش تجنب اي اي مشكل وتكون متاكد انك كتبني في الملك ديالك ماشي ملك ديال ديال الجار ديالك من مراهنه البناي كي كيدير الكباري اولا ديك لا شيز يعني كيحدد بها باش غادي يبدا يحفر الاساسات ديالو وطبيعه الحال موراها كيبدا كي الحفر الاساسات الحفر كيكون كي يقدر يكون اما بالمانويل يعني باليد العامله المعلمين اللي كيحفروه يا اما بالماشين يعني باربيل ولا تراكتوبيل هما اللي اللي وهنا ضروري تاكدوا على دي ديتود اللي مسويفي معاكم مكتب الدراسات اللي متبع معاكم البني ديالكم انه هو ياكد ان يوصل لو بون يعني حتى يشوف هوايا البيغو ديتود لو بون سول باش يمكن البناي يدوز للمرحله الجايه اللي هي فرشه النظافه فرشه النظافه اللي كتشوفوا معايا دابا في هذا الفيديو كيدير هذا الساس من اللي كيحفروا كيحفر لي سوميل منين غيدوزوا ضروري أه ما كيدير واحد الفرشه ديال النظافه يعني واحد التسليسه ديال ديال السيمه باش ملي غنحطوا الحديد ديالنا ما يتحطش على التراب بطبيعة طيب الحال غنكونوا ديك الساعه ما درنا والو أه باش يحميه اولا من الماء ومن التربه ومن داك الشيء وباش يكون أه أه صحيح وهنا كنأكد لكم ان البيغو ديشوت خاصو يشوف هذه المرحله بالضبط انكم وصلتوا لو بون سول اولا كما كنقولوا ليه بالعاميه الفكرون وكذلك قبل ما يحط البناي اللي معاملين معاه الحديد لي سوميل ضروري يشوفوا البيرو ديتود هنايا بالنسبه للافيزيت ديال البيرو ديتود راه 300 درهم لافيزيت في كاع المراحل ديال ديال وضع الحديد وضع السواري وضع لي سوميل والدالة خاصو ضروري يكون حاضر باش يتاكد باللي الحديد اللي عطاكم في البلان هو اللي دار البناي يعني من مورا ما كيتحطوا لي سوميل فكتجي المرحله ديال انهم كيديروا الباتون يعني كيكبوا الخرسانه الكولاج كيكوليو كي هذاك داك لي سوميل من موراها كيبنيو داك الحيط ديال الساس او الحيط ديال الحجره وكيدفنوا لي سوميل يعني كي، كيدكو داك التراب اللي ديجا خرجوه من داك الساس يعني كيعاودوا يستعملوه كيعاودوا يرجعوه وكيدكوه هاد الدكان خاصو يكون على مراحل يعني كيدك شويه كيرش الماء وكيعاود عاوتاني يزيد كيدك يعني ماشي دقه وحده وغادي ندكو كي الدكان كيجي كي على مراحل باش يجي صحيح وبعد انتهاء هذه المرحله فهو كيدوزوا لاسينيسمون القوادس آه الواد الحار فكيدوزوا هنا ننصحكم انكم ديرو قوادس اللي يكونوا كبار وكاليتي ديالهم مزيانه ويكون النيفو ديالهم مع القادوس اللي خارج على برا يكونوا طالعين عليه شويه باش ما عمر يرجع لكم الماء وما عمر تكون عندكم الريحه لداخل وكذلك هذوك لي روكار اكدوا عليه انهم يديرهم بالحديد والبيتون يبني لهم مزيان يعني يكونوا شادين مزيان ومن مورا هذه المرحله يعني كيجي الضلاج كدير واحد الشبكه كدار الضلاج وكدار فوق منه واحد الشبكه وهنا كن بهاد القضيه كنكونوا سالينا المراحل ديال الطبله اللي كنسموها الطبله كتكون سالات الطبله هنا واحد القضيه نسيتها يعني الا كنا باغيين نحميو الطبله فراه نقدروا نديروا ليها الميكا واحد الميكا أنا كنت طلبتها للبناي جابها قبل ما يدير قبل ما يدير الخرسانه الضلاج ديال ديال الطبله قلت ليه يدير لي الميكا باش يدير هذاك الضلاج هكا كتحافظ على كتحافظ على الضل يعني الا كان شي تسرب ولا شي حاجه ما كيهبطش لك الحديد لتحت وراه الطبله هي الساس ديال الدار هي اللي هازه كلشي الصبابط ديال الدار راه هي هما هذوك السميلات والشيناجات خاص ضروري نحافظوا عليهم هاد المرحلة كنكونو سالينا الطبلة وهنا غادي بدا يدخل المعلم انه يفصل الدار اه اه او يدير الكراجات مثلا كانوا كراجات لتحت غيبدا في الطابق الارضي هنا كيفصلو كيفصل الطابق الارضي بالياجور اولا كيدير اه كيدير او كيدير كيدير اه وكيدير السواري ديالو يعني اللي خارجين عنده في البلان وكذلك كيدير التراساج ديال ديال الدروج يعني بهم باش غادي غادي يطلع للطبق الاول هنا النصيحه اللي ننصحكم اكدوا على ان في كل ضاله يدوزوا معاها الدروج ديالها يعني كل ضاله الدروج نفس الباتون اللي غيدار في الضاله هو اللي يدوز به الدروج بالنسبه للضاله راه كاينين عندنا دو زوبسيون يعني يا كنديروا الضاله وردي يا كنديروا الضاله بلان واغلبيه الناس ولاو كيخدموا بالضاله ديال الوردي وكتقدر تخدم يعني سواء باليد العامله غيجيب العطاشه اللي غادي يديرو الدالة سواء كيجيب لوطو هذيك الكبيره اللي كت كتكون مصايبه من الشركه كتجي ديريكتومون كدير كتكب الضالاج يعني وكيبقى غادي هكا اللي نقول لكم هنا انه ضروري يفوت 15 يوم ومتى تيقول لك 12 يوم ما 15 يوم من الاحسن بين الضاله والضاله قبل ما يحيد الكفراج يعني انتردي انه يحيد الكفراج قبل من 15 يوم حتى تنشف الضاله على خاطرها وتشد مزيان باش يمكن نحيدوا الضاله باش من التشققات ونتجنبوا المشاكل في الضاله وهكا كيبقى غادي طبقه بطبقه يعني حتى كيكمل وقبل ما غادي يلوح الضاله الاخرانيه فغادي فغادي يبدا يجيب الناس اللي غادي يفصلوا يعني اللي غادي يديروا اي يفصلوا لي زابارتمون حمر احمر مثلا وهما اللي غادي يديروا يديروا المرطوب هنا كنأكد على ان الحيط يكون دايز مرايه يعني اكدوا لي لان الحيط يكون دايز آه اكر ميزان آه خيط واحد باش تجنبوا ان هذاك العيب يبان عندكم في المرطوب وهكذا واخا تكونوا دايرين لا مزيانه لا ديالها مزيانه والخدمه ديالها ما يعني لا فينيسيون ما مزياناش راه كيبان العيب في الحيط ومع الصباغه كيزيد يبان اكثر وهنا بالنسبه لاخر ظلام وراها كيجي لاكاش ديسكاليي وكيجي داك الحيط ديال السطح وهنا من الاحسن ان السواري اللي جايه بهم الدار من التحت هو نفسهم اللي يطلع بهم حتى السواري ديال ديال السطح ما ربما من بعد لو بلون داميناجمون ديال هذيك البلاصه عندكم يتبدل ويزيدوكم مثلا يعطوكم انكم تزيدو طبقه اخرى فتلقاو ان عندكم نفس السواري اللي جايين من التحت نفسهم اللي غادي الفوق يعني متخلوش يديلكم يدير لكم هذوك ديال ربعة ويقولك هذا غير السطح راه هكا كيتخدم كي من الاحسن يتخدم بهذا حتى الا كان بوسيبيليتي تزيد كتكون عندك ديجا السواري عندك طالعين مزيانين وفي هذه المرحله ديال البناء ملي كتكون الفصاله رانا نسيت ما ذكرش لكم لي فو كادر يعني كتجيبوا البناء لي فو كادر ديال الشراجم ديال لاليوم ولي فو كادر ديال العود لي غادي ديرو اللي غادي ديروا للبيبان باش كيفيني عليهم المرطوب اكدوا عليهم انهم يكونوا عبار مزيان مقادين دوك البارات يكونوا كاري مقادين باش ماشي من بعد توحلو في القياس ديال الباب تلقاو شي صغير شي كبير وبقى النجار واحل ومول الاليوم واحد وتبقى مبرزدين معاهم يعني هكا كتكون نكونو سالينا مرحله البناء الدار كملات كحله فيها لي فوكادر ديال البيبان وديال ديال الشراجم ليها المرطوب بالنسبه للبلايص اللي ناويين نديرو فيهم الزليج مثلا الحمامات والكوزينات فمن الاحسن ما نديرو ليهم لا مرطوب أه لا دريساج لا حتى شي حاجه نخليو حتى يجي اللي يجي غي اللي غيتكلف هو كيدوزهم ميزان وكي اسومي لا ريسبونسابيلتي ديالو فيهم يعني كيتحمل كامل المسؤوليه الا شي مشكل في الحيط ولا شي حاجه كيدريسيه هو بطريقته وبالنسبه للسقف يعني الا كنت عارف راسي غادي ندير فو بلافون القبس فما كيلاش انني ندير المرطوب للسقف يعني غير هكاك الوردي ولا الضاله كيف ما خليتها راه غادي تدرك بالقبس وما غادي يبقى يبان حتى شي حاجه أه هكا غنكون قلت لكم كاع المراحل ديال البناء اللي باقي تابعينكم حاولت وسط هذا الفيديو ما نطولش عليكم نعطيكم نصائح اللي فريمون قيمه وقليله إذا الا كان عندكم شي تساؤل بغيتو شي معلومه اخرى طرحوها ليا ان شاء الله في لي كومونتير وراه غادي نجاوبكم عليها ما تنساوش ديروا ابوني وديروا لايك وتفعلوا الجرس راه كتنساو ما كديروش لايك وما كديروش ابوني باش نتشجعوا باش هذا المحتوى ديال القناه يعني يوصل لاكثر عدد من الناس ويستافدوا منه اكثر عدد هاد الاخطاء وهاد المراحل اللي تابعين اي واحد مقبل على البناء يعرفهم ويكون مستعد لهم لا نفسيا لا معنويا لا ماديا مع السلامه وانطلقوا في فيديو جديد ان شاء الله